المباراة بدأت للتو. فرصة للتسديد، شوف التسديدة كيف كانت، يا لها من ضربة قوية وفي الشباك. بالفعل هدف جميل هذا اليوم، هدف ولا أروع. بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة تغلب فيها على الجميع وسجل الهدف. هدف رائع بكل المقاييس، تسديدة لم تكن سهلة أبدا، وهدف صعب لا يسجل الكبار اللاعبين.